قيامة المسيح وحياة المسيح تشفع في المؤمنين، تؤهله أن يشفع في المؤمنين. ده اللي قاله الكتاب، أفتكر في عبرانيين 7:25، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين تقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين بيشفع فيهم. عشان كده قال في رومية 5 نخلص بحياته. يعني إيه بحياته؟ يعني بشفاعته. لما أنا كنت خاطي، وأي إنسان خاطي كان محتاج الوسيط بين العدالة الإلهية وشري، ووجد المسيح الإنسان الكامل. لكن أريد بقيت في المسيح أنا دلوقتي وخليقة جديدة. طب بضعف وبخطأ وبحتاج وبعتاز كإنسان، محتاج قوة، محتاج معونة، محتاج رفعة، محتاج تنشيط، محتاج أدخل لعرش النعمة وأتقدم بثقة وروح أتمتع وهو حي وبيشفع فيا. أخدت بالك؟ وبالروح القدس كده أنا بتكلم وأتمتع بالرحمة قدام كل ضعفاتي، وأخذ النعمة أمام كل احتياجاتي، والعون في حينه. فالشفاعة مهمة قوي.